أما في الضفة الغربية فهي ليست بمعزل عما يحدث بقطاع غزة، بل تتعرض لعدوان إسرائيلي متواصل يتجلى فيه القمع والاعتداء على الأبرياء والمدنيين العزل، الاعتقالات التعسفية والمنازل التي تهدم، تسجل كلها كواقع مرير يعيشه أبناء تلك الأرض. أما الحصار والحواجز والاستيطان تمثل جدرانا تقف أمام حريتهم وتنميتهم وتحول دون حياة كريمة يستحقونها. أما الاقتحامات فحدث ولا حرج، فهي يومية ووحشية. وخلال الساعات الماضية انتشرت مقاطع مصورة لاقتحام قوات الاحتلال مدينة رام الله والبيرة، لكن أفظع المشاهد كانت لحريق سوق الخضروات المركزي وهو ما يعرف بالحسبة، نتيجة إطلاق الاحتلال لقنابل الصوت والغاز، وهو ما يعني فقدان وتدمير عشرات العائلات لمصدر رزقها. دعونا نشاهد جزءا مما حدث. يلا.